أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيادة الصحة. زي ما اتفقنا، عيادة الصحة عيادة كل أسرة في كل مكان. في كل حلقة بنختار موضوع وبنجاوب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم، وبيبقى معانا مجموعة من الأطباء المتخصصين. النهاردة هنتكلم عن موضوع مرتبط بصحة المرأة، وهو عن العقم عند النساء وأطفال الأنابيب. ويشرفنا يكون معانا النهاردة دكتور هاني محمد لطفي، دكتوراه واستشاري أول أمراض النساء والتوليد. أهلا وسهلا بحضرتك معانا في حلقة النهاردة دكتور هاني. الحقيقة موضوع صحة المرأة من الموضوعات اللي دايما بنهتم بيها، لأن المرأة يعني من ساعة ما تبتدي في سن الرشد والبلوغ قبل الزواج حتى يعني مراحل متأخرة من العمر، وفي كل محطة من محطات حياتها الصحية أشياء يعني تؤرق عليها حياتها. فإحنا بنبقى عايزين دايما أن المرأة تسعد بأنوثتها طول فترة حياتها. النهاردة هنتكلم عن العقم وأطفال الأنابيب. بداية حضرتك تدينا يعني فكرة عن يعني عقم. وحضرتك لو واحدة تزوجت، ده تعريف يعني، تزوجت المفروض في خلال السنة الأولى لما يكون هي وزوجها متواجدين بصفة منتظمة، هو مش مسافر ولا هي مسافرة، المفروض بنسبة كبيرة من المتزوجين دولت أكتر من 70% أو 80% تكون حملت. هو التعريف القديم كنا بنقول إن الست لو عدى سنة، لو عدى سنة ما حصلش حمل في علاقة منتظمة مع زوجها وموجود ومش مسافر، بنقول كده في الحالة دي عندها تأخر الإنجاب. العقم ده تشخيص نهائي، بمعنى إن إحنا عملنا كل الأبحاث والدراسات على هذه السيدة وهذا الرجل، الزوج والزوجة، وما تلاقيناش أسباب خالص، أو تلاقينا سام الأسباب معطل الإنجاب. في الحالة دي هنسميه بقى العقم. العقم يعني إحنا عملنا كل الأبحاث، كل السبل، كل السبل، وما تلاقيناش فايدة، ونقدر نقول بقى الرجل ده عقيم أو ست دي عقيم. في الإنجاب الطبيعي، في الإنجاب الطبيعي بالطرق الطبيعية، بالطرق الطبيعية أو بالطرق غير طبيعية دلوقتي، لأن طبعا حضرتك في حاجة اسمها مساعدة الإنجاب. مساعدة الإنجاب هو الطبيعي عشان يحصل إنجاب، يعني يكون الحال المنوي اللي هو الذكوري مع البويضة الأنثوية بيتقابلوا في قناة فالوب، في الحتة الواسعة بتاعت قناة فالوب، ويبدأ رحلة الإنسان في هذا المكان. إذن ده حضرتك بقى يوصلنا لمرحلة التشخيص، يعني إزاي حضرتك بتشخص مرحلة اللي هو مشكلة تأخر. إحنا مبدئيا حضرتك بنسميه تأخر الإنجاب، يعني الست دي جت وفي العيادة وبتقول أنا بقالي سنة متجوزة ولسه ما حصلش حمل. يعني طبعا احنا بنتكلم ده على السن الصغير، يعني مثلا 20 لغايه مثلا 30 او حاجه زي كده، نقدر نقول نستنى سنه. لكن طبعا كتير قوي دلوقتي بيحصل زواج بعد سن ال 30 بالنسبه للمراه. بعد سن ال 30 بنبقى نقول شويه اتاخرت في مرحله عمريه انجابيه بالنسبه للمراه يعني. فما بنستناش سنه كامله عشان نعمل ابحاث ودراسات على الزوج والزوجه ونشوف ليه ما حصلش حمل. يعني أنا نصيحتي يعني قبل الزواج حتى المفروض، أنا عندي بنت مثلا وتقدم ليها حد يخطبها يتجوزها، يعني مش عيب أبدا ومفيش حرج أبدا إن أنا أقول له حلل مبدئيا، ألف بيه حلل. هو حضرتك القانون بيفرض ده، بس هو احنا العادات والتقاليد عندنا بتحرج وده من خلال شاشه القناه ومن خلال البرنامج دكتور ومن خلال حضرتك. النين افضل حضرتك لما احنا من اولها كده قبل ما يحصل اي تكاليف، وتعرف حضرتك الجواز بقى واشهار وان الدنيا كلها عرفت وبتاع. وبعدين خلي بالك العادات المصريه زي اي عادات، وتقريبا في العالم كده، انا كنت في لندن سنين، يعني ان الست بعد ما لما بتتجوز حتى لو هي لم تطلب وزوجها لم يطلب او سال، هتلاقي امه او امها او خالتها او خالته او جارتها او بنت عمها او عملت ايه، اخبارك ايه، ايه فيش حاجه جايه. ده سؤال تقليدي. عشان كده احنا مشكله عندنا العادات والتقاليد واثرها على صحه الانسان. يعني ممكن يكون زوج وزوجه ما خلفوش، وسعد جدا، اعرف ناس كتير كده يعني، وعايش حياته ومبسوط، بيجيله قلق بقى من المحيطين بيه،
قرايبه أو قرايبها، أصحابه أو أصحابها، إيه عملتوا إيه أخباركوا إيه، مفيش حاجة إيه يعني. طب أنا مأجلها شوية، ليه مأجلها ليه؟ إحنا عايزين نفرح بيك. تيجي الأم، أنا عايز أشوف عيل قبل ما أموت. يعني من خلال البرنامج بنقول لكل أم وكل جدة وكل الأقارب العمات والخالات، سيبوا الزوجين براحتهم وفي حالهم، وبلاش العادات والتقاليد اللي بتنكد على الناس وبتنغص عليهم حياتهم وبتقلقهم. يعني الزوج والزوجة بيبدأوا حياتهم الزواجية عشان يبنوا أسرة سعيدة، ويعني أسباب السعادة كتير، والإنجاب إن شاء الله مش يعني آخر حاجة، يعني آخر حاجة، وهيجي هيجي في حاجات كتيرة بتبقى جميلة في حياتهم. وفي ساعات كمان حضرتك في ناس بتقصد انها تأجل شوية الحمل، تقول لك انا لسه بعمل ماجستير، انا لسه بعمل دكتوراه، انا لسه ببني حياتي. هو كمان يقول لك انا لسه بكون نفسي، انا عايز يبقى عندي مثلا دخل كويس، انا عندي يكون فلوس كويس. يبقى في اسباب كتير، كل واحد وله ظروف خارجة عن حاجة تانية. يعني ممكن هما الاثنين مبسوطين وهما بيجهزوا وقدرتهم الصحية كويسة، وقدرتهم الصحية كويسة، وعايز بس بدل ما انشأ صغير يبقى انشأ كبيرة شوية، عايز يبقى حياته افضل شوية، يكون ممكن يكون مش مستقر، ولا الزوجة مستقرة في العمل، في العمل مش هيرعوا اولادهم كويس، نفسه يترقى شوية مثلا، ياخد فلوس اكتر، او مثلا يحقق تقدم شويه، او يعمل عياده لنفسه، او مثلا مركز، او مثلا يكون مهندس، يامن نفسه في العمل. يعني ممكن يكون في بدايه حياته ما فيش امان في وظيفي. فطبعا دي من الحاجات اللي حضرتك اشرتها، ودي من الحاجات المهمه اللي بننبه الناس ليها ونقول لهم يعني العادات السلوكيه اللي في مجتمعاتنا لها اثار خطيره على ليه تعليق صغير خالص قوي. ايه هو بقى يعني نصيحتي؟ يعني ان الاول نعرف أخبار وأخبارها، يعني هم حتى من غير ما يقولوا لحد، يعني أنا نصحتي عشان ما حدش يسألهم، هو يحلل ويتحلل، يفعلوا القانون، مش عيب ما نجيبش الورقة وخلاص ونشتريها وندفع المانع. وفعلا بجد يعني لو كان عنده مشكلة أكيد معظم مشاكل ليها حل، يعني مع تقدم الطب دلوقتي بقى فيه حلول، حلول كتير جدا، يعني من يقاسش وما نخافش. ده احنا دلوقتي لغاية ما وصلت إن بقى في حاجة اسمها حقن مجاري، كان زمان حاجة اسمها أطفال أنابيب، لما في السبعينات بدأت ليزا براون أول واحدة اتولدت بنتيجة الأطفال الأنابيب، كان السبب في الأم، اتلاقوا مشكلة في الزوج. طب الزوج عنده حياته من هو قليلة جدا، ما ينفعش حتى في أطفال أنابيب، ما عايزين عدد كافي من الحياة المنوية عشان نحطها مع البويضة عشان يحصل حاجة اسمها حمل خارج الرحم اللي هو الأطفال الأنابيب. التقدم الأعلى شوية بقى إن لا، ده احنا بقى مش هنسيب حمل منوي مع البويضة وتدخل وتعمل بيبي، لا لا، ده احنا هنحقنها. تقدم علم كان في سنة 92 اختاروا حاجة زي كده، لأن طب الراجل لو كان العيب عنده هنحقن الحمل المنوي ده جوه البويضة، يسموه حقن مجاري، يعني بيستعمل ميكروسكوب في إن يدخل الحمل المنوي جوه البويضة ويحصل كده الإخصاب. وطبعا حيوان يكون بمواصفاته الكاملة، مفيش تشوهات، ويكون طبعا بيختار طبعا بقى أقوى حمل منوي، يعمل بقى تحاليل في المعمل ويقعد يمرر الحمل المنوي. نرجع تاني يا دكتور، يعني بنشوف بعض الأطباء دلوقتي اللي عندهم عيادات شبه مؤسسية بيعمل إجراءات غير تقليدية عشان يشخص التشخيص المظبوط. يعني من ضمن الإجراءات دي بياخد تحاليل الدم بكامل صورها، وبيعمل أشعات الفوق صوتية والسونار، وكمان بيدخل على دراسات اجتماعية، يعني بيسأل الزوج والزوجة لوحدهم بعض الأسئلة. أنا عندي ليه الأسئلة دي وإيه مضمونها، وبيعرف منها إيه؟ انا اشكرك رب فضلك، النهارده بقالي معدي 30 سنه ما شاء الله ربنا في المجال يعني، وبعدين دارس كمان الدكتوراه في الحقن المجاري نفسه. يعني انا رايي في الموضوع ده كالاتي، احنا حضرتك لما تكون انت ساكن في الدور السادس بتطلع الدور الخامس ثم السادس، ولا الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس؟ ايه راي حضرتك؟ هنطلع فين الاول؟ مش دور اول، هناخد بالتدريج، ولكن خلينا نشرح الموضوع ده بعد اتصال تليفوني من استاذ علي من اسيوط. اهلا بيك استاذ علي. اهلا بيكم بالبرنامج الجميل، ربنا يبارك في حضرتك ونشكرك على متابعتك. عندي سؤال. اتفضل. بالنسبه انا متزوج لي سنه، ومدام عندي نسبه تكيس وبتاخد علاج التكيس، وعملنا مقدم مبيض وهرمونات، وانا عملت تحليل سائل منوي، وخدت هي بعض التنشيط، بس لسه ما حصلش حمل. يعني كان في لخبطه في الدوره وانتظمت بعد كده. السؤال بتاع حضرتك يا استاذ علي، هو
هو لسه ما حصلش عمل يعني، خد التنشيط وانا عملت تحليل سائل منوي واحنا داخلين في السنه دلوقتي يعني. لو حد تسال طب خليك معانا الدكتور هاني ممكن يسال حضرتك بعض الاسئله. هو طه هو طبعا عايز اقول كلمه صغيره خالص وبعدين هتعرف بقى يمكن يكون سؤالك اتجاوب يعني. هو عشان يحصل حمل عايزين اربع حاجات. حضرتك هتساله ولا يتابع معانا من خلال الشاشه؟ انا بقول له بقى بجاوب. طيب يبقى حضرتك تابعنا من خلال الشاشه وان شاء الله دكتور هاني يجاوب على حضرتك وشكرا لمتابعتك واتصالك. اتفضل. يا دكتور احنا عايزين اربع حاجات. اول حاجه تحليل الزوج يكون سليم. بمعنى؟ ان يكون على الاقل مثلا 20 مليون والحركه تكون 20 مليون حيوان حيوان في الملي في الملي ويكون مش اقل من 2 3 ملي في القصفه الواحده اللي هو حجم السائل النفسي اللي هو السائل يعني 2 ملي فما فوق ويكون الحركه على الاقل في 5% طبيعيين تمام والزوجه قليله جدا تمام ما تكونش قعدت اكتر من تلت ساعه عشان يحصل تحلل وتبقى سائل. دي مواصفات المبدئيه وما فيش تشوهات وما فيش تشوهات احنا لغايه 5% نورمال طبيعي و 25% تشوهات بيحصل حمل. تمام. يبقى العد اهم حاجه والكم اللي هو 2 مللي فما فوق تمام وان يكون 5% نورمال ده يقدر يحمل بطريقه طبيعيه. استاذ علي وهو متابعنا نتيجه التحليل بتاعته كانت في الحدود الامنه دي يبقى كده هو كده ما فيش غبار عليه بالنسبه لي. نمره 2 الحمل ده ليه سكه المسار بتاعه بعد الجماع الطبيعي بيعدي من عنق الرحم ويمشي في الرحم ويمشي في الانابيب ويروح عند قناه فالوب في الحته الواسعه دي عشان يقابل البويضه. يبقى الجزء الثاني المسار نشوف عنق الرحم نشوف تجويف الرحم نشوف فعشان طب نشوفها ازاي بطريقه بسيطه ها اشعه بالصبغه على الرحم والانابيب فيري ايزي خلاص نعملها. ده تشخيص مهم جدا على فكره. يبقى نشوف التجويف بتاع الرحم ده اللي هيعدي منه المسار. طب امتى ده الدكتور بيشوفه يا دكتور؟ بعد الدوره ما تنتهي. يعني في ميعاد الدكتور بيقول بعد الدوره ما تنتهي يعني زي الاخ اللي سال دلوقتي يبقى احنا نشوف بقى المسار. يعني هي التبويض لوحده مش هو الانجاب ده. احنا قصص كالاتي الحلمانو خلاص استبعدنا الزوج بقى كويس دي اول رقم واحد احنا بنحددها عشان الناس ما تتوهش وحتى الدكاتره الجداد اللي لسه عايز يشخص حاله عقم يمشي يعمل كده يحلل اول الف ب يا ست لو سمحت خلي جوزك يحلل وقت التحليل وتعالي بس تحليل الزوج قبل اي حاجه لقينا الزوج تمام نمسك بقى نبدا الجزء الثاني نفحص الست ونشوف اخبار الرحم ايه. طب هي مكسوفه مش مشكله تعمل اشعه بالصبغه والجيني نقرا التشخيص بتاع الاشعه بالصبغه اخبارها ايه يبقى ده المسار. بعد كده بقى نحلل تحليل الهرمونات نشوف التبويض شغال ولا لا واحسن تحليل بقى بقول لك بحضرتك بابسط شيء نوصل بسرعه للنتيجه قبل الدوره باسبوع تروح محلله البروجسترون اليوم ال 21 و 22 ان كان موجود 10 فما فوق يبقى الست دي فيه تبويض يبقى كده خلصنا الاربع حاجات من غير كويس يعني الدكتور هاني بيقول لنا ازاي نقرا كمان نتيجه التحاليل لو لقينا البروجسترون 10 فما فوق يبقى الست دي عندها تبويض الشهر اللي فات يبقى كده مش هنعمل اي ابحاث. طيب لو احنا اتلاقينا البروجسترون اقل من 10 يعني من 3 ل 10 يبقى التبويض ضعيف عايز زقه تنشيط بسيط اقل من 3 لا يبقى في مشكله مفيش تبويض بقى كده تنشيط بسيط عن طريق ندي بقى فوستيمون مش عارف ايه في السيليتش. لكن مفيش علاجات طبيعيه يا دكتور يعني من تغذيه غذاء تجميلي لا. لا هو لازم على طول نو حوارات يعني نو ده ملهاش حل تاني لا خلاص يعني من 3 ل 10 هندي تنشيط نقوي التبويض شويه. طب اقل من 3 لا مفيش تبويض ده موضوع بقى تاني لا ده هيحتاج تدخل بقى لا 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 الدكتور بقى هيدخل بقى يشوف في المبيض فيه طب ايه طب دي يعني الاسباب بقى التبويض او نقص الحاجات اللي احنا قلنا عليها عند الزوج سواء الحيوانات او السائل. التبويض بقى يا دكتور بيبدا من القمه الى المبيض عشان كده بيسموها دوره ما هي كلمه دوره لا ما فهمناش دي يا دكتور هبعد عنها تاني التبويض ده قصه وليس مبيض لوحده لا لا لا, لا. ده في تناغم ما بين الغدد بتاعت الجسم كله بما فيهم الغده اللي تحت لا من اول فوق خالص الغده تحت المهاد اللي هي بتتفاعل مع الظروف اللي حواليها. الست لو فكرت في انها تنجب ما مش هتنجب
طول ما الفكرة قائمة في دماغها عايزة أخلف عايزة أخلف مش هتخلف. إذن الحالة النفسية فعلا بيبقى لها تأثير. وإذا لما نقول للناس سيبوا الناس لما يجي جوزها يقول لها أنت لسه ما حملتيش الكلمة دي لوحدها ممكن تقعد عليها ست شهور متخلفة أو عايز ولد ولو ما جبتيش ولد ده دي أوحش بقى ده دي أوحش عايز ولد الدنيا هتتهد مش في, يعني مش في إيديها تفضل هي مضطربة وده مؤثر طبعا على الغدد. ما أنت ما تيجي تقول للست أنت لسه ما خلفتيش أنت عملت لها إزعاج أنت قتلتها يعني ده له تأثير قتلتها حضرتك أنت بتقول لها يعني أنت بتقول لها أنت ولا حاجة أنت مخلفتيش أنت وحشة مالكش وظيفة ومالكش قيمة لا ما ينفعش لا يجوز يعني اختزل قيمة المرأة كلها في وظيفتها الإنجابية. حضرتك كلمة صغيرة كده تتقلل المرأة دي ممكن تقعد كتير سنتين ثلاثة ما تخلفش ده مجرد ده نخلي بالنا بقى من كلامنا ونخلي بالنا من الأسر المحيطة ب حديث الزواج أحسن منها ما تقلقيش كل شيء بيد ربنا ايه المشكله نسيبهم يعني. يا فندم براحتهم واحنا ايه اللي شغالنا لا وهو يعني. كمان جوزها يقول لها انت قلقانه ليه ده انا اختك بتقول لي وانت مالك باختي انت معايا انا انت مالك انت خلاص خليها على الله ومفتوحه وسيبيها لله احنا طالما مبسوطين مع بعض والدنيا كويسه كده. يعني ربنا ومجرد حضرتك يا دكتور الارزاق مش بس في لا لا في, لا في الانجاب مجرد يعني. حضرتك انت ريحتها نفسيا عارف حضرتك بتجيلي مثلا بنت مثلا في الجامعه بتمتحن يا دكتور انا الدوره بقالي 3 شهور ما جاش اقول لها انت ايه ظروفك بتقولي بامتحن اقول لها طب خلاص امتحانك ريلاكس كده وطلع النتيجه واعصابك تهدى والستريس يروح وتمام هتلاقي الدور جت لوحدها. عشان كده بعض الفتيات لما يبقى عندهم عدم انتظام في الدوره لما بيسال الدكتور بيقول لها انت في حاجه موتراكي او في حاجه جدا جدا وده بقى يقول لحضرتك الدوره اللي حضرتك بتحكيها لنا اللي عايزين حضرتك تكملها يعني حضرتك بتقول الغده تبدا من الغده لتحت المهاد اللي هي مرتبطه باللي حواليها زعلانه على ابوها زعلانه على اخوها جوزها مهددها عامل لها قلق نفسي مش يعني مخليها موترها يبقى بلاش نوتر لا لا داعي لا داعي طيب ناخد اتصال من صابرين من اسكندريه ايوه يا فندم معايا صابرين ايوه السلام عليكم عليكم السلام اهلا بيكي معاك الدكتور هاني اسألي سؤالك يا صابرين معاكي لو سمحت يا دكتور انا متجوزه بقالي 3 سنين ايوه متجوزه بقالي 3 سنين وما حصلش حمل خالص وجوزي عمل تحليل والدكتور قال الحمد لله ان هو كويس ما فيهوش اي حاجه بس انا عندي الدوره الشهريه مش منتظمه خالص من قبل ما اتجوز تمام طب ما كشفتيش والدكتور قال لك ايه يعني السبب يعني؟ الدكتور قال لي السبب عندك انت التكيسات. التكيسات دي حاجه بسيطه قوي وموضوع بسيط جدا جدا. ما انا سافرت الصعيد عند حماتي ورحت كشفت عند الدكتور وقال لي عايزك تعملي التكيسات وتشيليها. لا لا. وشلتها وبرده الدوره ما انتظمتش خالص ويعني حاليا بقى لها 4 شهور ما نزلتش. احنا كنا قعدنا بحث كبير قوي على الموضوع حضرتك سألها حاجه تاني ولا لا انا هجاوب طب سنك قد ايه يا صابرين عندي 23 سنه 23 سنه طيب شكرا على اتصالك وتابعي التحليل بتاع جوزي كل ما اوديه للدكتور يقول لي جميل جدا من كتر حلاوته وربنا يكرمكم بالتوأم ويقول لي عندك برضه الحاله النفسيه وحشه جدا فانا مش عارفه اعمل ايه طب كشفتي عملتي اشعه بالصبغه مثلا عملت اشعه بالصبغه طلع ايه الدكتور قال لي كويسه خالص طب الدكتور شاف لك عنق الرحم لا طيب ما عرفش المشكله ما في عنق الرحم حد جاب لي سيرتها عنق الرحم انا عندي بنسبه 90% من الست اللي بعمل لها كي عنق الرحم تاني شهر بتيجي حامل عنق الرحم لا. والله العظيم 90% من اللي انا عملت لهم كي العنق الرحم تيجي ثاني شهر حامل طيب حاله زي صابرين عشان تتاكد من يعني سلامه عنق الرحم تروح فين او تعمل ايه هي في منطقه هي ايه هي انت في اسكندريه شكرا يا صابرين وتابعينا من خلال التلفزيون تروح لدكتور نسا تقول له شوف لي عنق الرحم بس ده اي دكتور نسا تمام تحط بس اهم حاجه يحط المنظار الكاسكو منظار فحص مهبلي فحص مهبلي يشوف عنق الرحم ممكن ده يكون هو السبب جدا يعني طيب من ضمن الاسباب يا دكتور يعني بعض يعني الاطباء كانوا بيقولوا في حاجه بتبقى خفيه شويه وهي ان في بعض الفطريات بتبقى موجوده في المهبل بتقتل الحيوانات المنويه للذكر حضرتك عشان كده والله العظيم انا اكتر من 35 سنه
بنسبة 90% أنا عملت لها آخر الدواء الكي. بمعنى إيه؟ هو عنق الرحم ده تركيب معقد جدا، عشان تبقى فاهم حضرتك، تركيب معقد جدا. عنق الرحم ده فيه مخازن، مخازن فاضية زي الجيوب، يعني جيوب الأنفية، جيوب أو مخازن فاضية زي هي في جيوب أنفية فوق وفي جيوب وجيوب مهبلية في عنق الرحم. الجيوب دي ربنا عاملها ليه سبحانه وتعالى؟ جل في علاه إن بعد الجماع بيضخت المنوية دي تقعد جواها، وكل ساعتين يطلع قش، يطلع شوية يطلع شوية. فالجيوب دي لما بيحصل التهاب كتير في عنق الرحم بتتقفل وتتملي صديد. الصديد ده بينزل ياكل في عنق الرحم فيقول لك ده عندها قرحة. هي مش المرض، ما هوش القرحة، هو المرض التهاب مزمن في غدد عنق الرحم وتكون صديد، والحال ما يدخل يموت ما بتخلفش. يبقى كل حاجة سليمة، عندها المبيض شغال وعندها أمورها تمام وتحليل جوزها تمام وكله تمام، ولكن في صديد بيموت الحياة المنوية اللي داخل الرحم. هل هناك علاج لهذا الصديد؟ نشوف ده الإجابة بس بعد اتصال أم ياسين من الدهلية. أهلا بيك، عليكم السلام. الله يخليك، أهلا وسهلا معك، تفضل. عايزة استفسر عن، تفضل، هو الحمل المفروض بيبان في الدم بعد قد إيه؟ بعد الدورة اللي ما جاتش بأسبوع. يعني ما يبانش مثلا في الدم قبل ميعاد الدورة؟ اللي هو بيتا سابيونت ده اللي هو التحليل الرقمي بيبان احيانا قبل الدوره ما تيجي، التحليل الرقمي بيبين لو حامل او لا. ماشي يا دكتور، شكرا يا ام ياسين. في الاطار مع ام ياسين بالمره، يعني واحنا بنتكلم كتير من الاسئله بتجيلنا، بتقول هل وسائل الكشف عن الحمل الموجوده في الصيدليات السريعه هل دي فعلا يعني ممكن نثق فيها والنتائج بتاعتها عاليه؟ هو مبدئيا يا دكتور مفيش حاجه في الدنيا 100%. ممكن جدا يكون الماده اللي فيه اللي بتكشف عن الهرمون. ما هو التحليل عباره عن ايه؟ الست ما بتحمل بيطلع هرمون من هذا الجنين. الهرمون دوت واخد بقى اللي هو كوريون الجونادوتروفين دوت، بيكشف عنه بهرمون انتي هرمون، يعني اللي هو الاختبار بتاع الحمل دوت، ما بنحط عليه نقطه بول او نقطه دم. لو في الهرمون موجود والانتي بتاعه بيعمل خطين، فهو الهرمون ده بيطلع من البيبي نفسه، فبيبدا يطلع بالبيبي بعد الحمل 3 4 ايام 5 ايام. يعني احنا ممكن نعمل التحليل الرقمي دوت مثلا في نص المسافه ما بين التبويض والدوره اللي جايه، فممكن قبل قبل ميعاد الدوره الجديده اللي المفروض تيجي باربع خمس ايام ويمكن اكتر شويه، لو عملنا التحليل الرقمي دوت لا يعني بنشوف الهرمون ده قد ايه في الدم ونعرف ستي حامل ولا لا. يعني ممكن نعتمد عليه، وارد ان هو احنا لما بنعمل اطفال انابيب حضرتك بنعمل كده، يعني ممكن قبل ميعاد الدوره بيومين ثلاثه بعمل لها البيتا سب يونت اللي هو التحليل الرقمي، بيسموه بالبلدي الرقمي، لكن هو عملها هرمون يعني. طيب ناخد اتصال من حسناء من الدقهليه. استاذة حسناء، عليكم السلام. سمحت ممكن اكلم معاك؟ اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يخليك يا فندم، اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور، انا متجوزة بقالي 6 سنين وحصل حمل في اول الجواز، ايوه، ضعيف وحملت تاني وبس ما حصلش نصيب، انت حقن ما جاني من صمت اللي فات ما حصلش برضه نصيب. الدكتور بيقول انت كويسه بعد الحقن يعني كده، بس هو ايه المشكله بقول كويس؟ طب معلش يعني عيد سؤالك باختصار يا حسناء، يعني بس بصوت واضح لان تقريبا الخط فيه حاجه او الشبكه فيها حاجه. لو بقول لحضرتك يا دكتور، كنت عامل مجاري في الشبكه، عملت حقن مجاري؟ وبعدين؟ وما حصلش نصيب. طب ما حبيبي اللي هو بعد الدكتور قال لي انت كويسه وجوزك كويس. هو عموما الحال المجاري ما فيش نسبه 100% ابدا، في نسبتين في الحال المجاري، في نسبه حدوث حمل ودي تتراوح بين المراكز وبعضيها ما بين 50 ل 70% ان يحصل حمل، ان الحمل ده يكمل
عشان نوصل لدرجه بيبي تيك هوم، يعني ناخد عيل نتيجه الحمل، يعني الحمل المجاري حصل وحملتي وقعدت 9 شهور وولدتي وشلت عيل، دي اسمها بيبي تيك هوم. النسبه دي لا تتراوح 25-30% ابدا في احسن المراكز، يعني حتى في لندن مش بتعدي النسبه دي ابدا يعني. فعشان كده لما نعمل حمل مجاري ترايل يعني محاوله، النسبه لا تتراوح في حمل عيل 30% في احسن المراكز. فعشان كده لو عملتها مره واثنين وثلاثه ما زعليش ان ما حملتيش، مش معناها في عيب، لكن هي دي نتيجتها الطبيعيه حتى في لندن حتى في امريكا كده. ان شاء الله ربنا يطمنك، وشكرا على اتصالك مدام حسناء. نرجع تاني دكتور ونقول بقى علاج ال بقى مش عارف الميكروب او الصديد اللي هو الصديد. والله انا بعمل لها كي لعنق الرحم من الداخل، يعني عنق الرحم ده طوله 2.5 سم. على مدى طول 2.5 سم دولت اللي هو 1 انش ديت، بيبقى الغدد يمين وشمال. فانصح الدكتور اللي بيعملها ان يدخل بالابره بتاعت الكي ده يمين وشمال، كان احنا فتحنا هذه الغدد اللي مليانه الصديد، كانك فتحت دمل. الصديد ده بينزل على مدى الاسبوع وتفضى، والعنق الرحم يبقى تمام سليم وتمام التمام، وتاخد مضاد حيوي نوعين ولا حاجه وبتاع، والبسمه يبقى يعني علاج بقى مع. طب لو قلنا يا دكتور الكي ده ملوش تاثير على الجيوب دي انه يقفلها فبالتالي يحصل مضاعفات؟ لا خالص، ما حصلتش معايا خالص خالص نهائي. لا خالص. طب عايزين نعمل وقايه لعدم يعني وجود الالتهابات دي من الاول، يعني مش عايزين الالتهابات دي تبقى موجوده اللي تعمل صديد. الست تكون عندها دايما النظافه الشخصيه وبودره التشطيف والبسمه البالي، العنايه الشخصيه مهمه جدا. لا العنايه الشخصيه دي عايزين نقف فيها وقفه، لان في كتير من الناس بتكلمنا عليها في الاسئله للبرنامج. بس ناخد اتصال من منى من السويس. معانا استاذه منى. الو. ايوه السلام عليكم. اهلا بيك. عليكم السلام. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي، معاك الدكتور هاني. ماشي. حضرتك انا كنت باخد برشام اللي هو لتنزيل البري وكده، خدت شريتين وبعد كده عشان عندي تكيسات على المبيض، بعد كده خدت حقن برضه بتتباع في الصيدليه 2، وبعد كده خدت 2 تاني فما نزلتش، فرحت كشفت كده، فالدكتور قال لي انت حامل بقالك شهر، فكده هو الجنين ممكن ينزل متشوه او لا قدر الله يعني حاجه او كده، هو قال لي لازم ينزل. لا مش لازم. مش لازم خالص. لا مش لازم. انت حضرتك تستني الحمل عادي وتابعي الحمل عادي جدا جدا، وفي الشهر الثالث اعملي سونار رباعي الابعاد هتشوفي البيبي بتفاصيله. هو انا عايز اسال فعلا ازاي حضرتك عرفتي او الدكتور عرف ان البيبي فيه تشوهات؟ مش لازم. لا مش عارفه، هو عمل لي سونار فانا قلت له على اللي اخدته، فراح قال لي لا ده كده الجنين هينزل متشوه ولازم الجنين ينزل. قال نظري ولا شاف بعينه؟ بالسونار. لا حضرتك بالسونار. لا ما بيبانش في الاول حاجه خالص. فاما حاجه يعني شاف كيس الحمل سليم خلاص، كيس الحمل سليم خلاص. هو حضرتك يعني بيجي لي مغص جامد قوي لان انا شايله المبيض اليمين اصلا وكان عندي تكيسات عليه شايلاه. تابع حضرتك الحمل عادي جدا، تابع حمل عادي جدا لغايه ما توصلي 10 اسابيع او 12 اسبوع وتروحي تعملي ثلاثي او رباعي الابعاد، هيبان كل التفاصيل يعني. واطمنك يعني العيل الحمل يعني السليم هيكمل، ومش سليم هينزل بطبيعته، ما تخافيش. هو قدر ربنا سبحانه وتعالى ان البيبي اللي فيه مشكله كروموسومات او تركيبات او مشاكل او ما شابه ذلك مش ممكن يكمل. ده احنا بنحارب عشان يكمل، استحاله. مش محتاجين يعني، مش محتاجين ننزله، هو هينزل لوحده لو كان في مشكله. لو في مشكله، لو ما فيهوش مشكله ان شاء الله. لا لا لا، طول ما هو قاعد يبقى سليم، مش سليم الرحم نفسه هيلفظه. شكرا على اتصالك مدام منى. نرجع تاني، حضرتك اثرت نقطه يعني مهمه قوي. اتفضل. والحقيقه في ناس كتيره حتى من السيدات بيكسفوا يتكلموا فيها. اتفضل. وبيبقى ليها ابعاد اجتماعيه بالاضافه الى ابعادها الصحيه. طبع. وهي النظافه الشخصيه. طبعا. فيعني عايزين نقول من خلال حضرتك كده الطرق السليمه للنظافه الشخصيه للمهبل، اللي تخلي ما فيش التهابات، اللي تخلي فيه ريحه المهبل ما تكونش كريهه وتاثر على اخطر حاجه يا دكتور ان السيده وهي بتتشطف تحط
صباعها في نفسها او في المهبل يعني. اه ده حضرتك يعني دي خطر جدا، زي حضرتك بتحط صباعك في الودن. دي ربنا موضوع طبيعي ما فيش دعوه بيه خالص، ولو اضطرينا يبقى غسول مهبلي وليس شامبو. ده يعني اي شامبو صابون يعني احنا بنوجه ان في حتى لو صابون في صابون لا. صابون لا. او شامبو لا. او صابون او غسول لا. غسول يعني مهبلي بالظبط طبي كده. طبي وليس شامبو الحاجات دي كلها خطر جدا على فكره، مواد كيماويه بتعمل تبات في المهبل وفي عنق الرحم، حتى يعني النظافه الشخصيه مش داخليه يعني لا لا خالص، الشامبو والصابون وكل الحاجات دي كلها ممنوع في هذه المنطقه. ده مهم جدا وده بيعمل مشاكل جداً كبيره جدا طبعاً وطبعا بيجي طبعاً على اثارها التهابات، والالتهابات دي بتاثر على بيقولوا بقى والجاب. زياده النظافه الزياده بتجيب مشاكل اكتر وما تحملش الست على فكره. بدليل حضرتك هقول كلمه مثلا كده مش وحش يعني، ان الفلاحين ما عندهمش الشامبوهات والتقدم العلمي، هتلاقي كل سنه حامل وجايب عيل. طبعا والنظيفه قوي قوي الست في المدينه وعندها كل انواع المطهرات اللي في الدنيا ما بتحملش. يعني دي رساله مهمه ان ربنا خلق كل حاجه وليها بطبيعتها مش دعوه بالمنطقه خالص. اما لو اضطرينا يبقى يكون حاجه طبيه وليس شامبو ومش عارف ايه والكلام، صابون وشامبو وحاجات، مفيش داعي للتعريف خالص. غسول مهبلي عادي من الصيدلية وظاهري ظاهري وظاهري مفيش دعوه بحاجه شامبو. ولا لو مثلا غسول مهبلي بيبقى في شطافه معينه بيديها الدكتور مع الدواء وخلاص، يبقى كده حاجه طبيه وليس شامبوهات وصابون وبتاع الكلام ده كله. تمام، ناخد اتصال من اميره من القاهره. اهلا بيكي. ممكن اكلمك دكتور؟ اتفضلي فندم اتفضلي. وطي بس التلفزيون واسمعينا من التليفون عشان الصوت يبقى اوضح. اكلم الدكتور شوية. اتفضلي معاكي. حاضر. عليكم السلام. بقول لحضرتك يا دكتور، متجوزة بقالي 8 سنين وحملت قبل كده، معايا ابني عنده 7 سنين. تمام. وحملت بعديها حمل خارج الرحم. تمام. وانا ما اعرفش بانفجار في له. شلت الانبوبة؟ عملت بعديها شلت الانبوبه. ايه الحمل خارج الرحم ده حضرتك شلت الانبوبه؟ اتشالت الانبوبه ولا موجوده؟ شلت واحده. والمبيض اتشال ولا موجود؟ لا شلت انبوبه بس، وهم قالوا لي صحتي كويسه جدا ويمشي حمل تاني وكده. تمام. بعد كده بقى بعد فتره بعد ما بقيت كويسه الحمد لله وقعدت اتابع في الشم، كل الابناء كويسه، المهبل اللي هو كويس، تحليل جوزك كويس، ومفيش حمل. من ساعتها مفيش حمل يعني؟ لا خالص، بس اللي هو حصل حاجه بس في اخر سنه ان الفيريوس ما عدا. حضرتك عملت اشعه بالصبغه تشوف الانبوبه الثانيه سليمه او لا؟ قالت لي جدا سليمه يعني؟ كويسه جدا، وقالت لي المفروض تيجي الشهر الجاي حامل. طب شفت التبويض شغال ولا لا؟ شغال. قالوا لك جدا والمفروض تشملي تدعيم الزرع اي حاجه، ومش هينفع لك حتى اللي هم المنشطات والكلام ده لان جسمك صبيح جدا. يعني الطبيب شغال والانبوبه مفتوحه وما حملتيش؟ لا خالص، عايزه حضرتك بس تفهمني، مش ظروفي مش سامحه حمل مجاري والكلام ده كله. لا مش لازم حمل مجاري، ما حضرتك عندك انبوبه مفتوحه والمبيض شغال والكلام ده كله. هل السن له علاقه يا دكتور؟ حضرتك عمرك قد ايه؟ ايه؟ عمر حضرتك قد ايه؟ 27. لا صغيره خالص يعني. لا ما تلاقيش خالص طالما ما فيش اي حاجه مشاكل تمنع، ما تلاقيش خالص يعني، يعني ما فيش موانع خالص. بس برضو بعد اذنك انا باكد برضو، انا باكد برضو ان الدكتور يشوف عنق الرحم. ايوه عنق الرحم ده عامل اساسي في تاخر الانجاب. احنا ما بنسموش عقم على فكره، بنقول تاخر الانجاب، تاخر الحمل. طب ممكن اقول لحضرتك دي، انا عندي املاح شديده جدا. عندك ايه؟ ايه؟ املاح. لا 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 مش هتعمل، لا الاملاح مالهاش علاقه بالانجاب. احنا حضرتك المشكله الاساسيه ان الناس كلها ما بتشوفهاش، وبعض الاطباء بيعتبرها ان هو مش لازم بيعمل السونار المهبلي. السونار المهبلي لا يبين الا المبيض وبطانه الرحم والرحم، ما يبينش حاجه تاني. لكن انا عشان اشوف عنق الرحم لازم يفحص بالمنظار المهبلي، لازم. احنا يعني كنا في لندن بنفحص عنق الرحم بميكروسكوب،
يكبر العنق الرحم على الشاشه الكبيره عشان نشوف عنق الرحم. ده موضوع كبير يعني كده لازم لي منزل. لازم تشوفي عنق الرحم. شكرا على اتصالك مدام اميره. نرجع تاني ونتكلم في اطار النظافه الشخصيه دكتور والتهابات. كتير برضو من السيدات بتشتكي من الافرازات. ايوه. فامتى نقول الافرازات دي طبيعيه وامتى نقول ان الافرازات دي غير طبيعيه وازاي نتعامل معاها؟ الافرازات الطبيعيه زي المخاط، زي مخاط الفم والانف زي اللعاب، افرازات عاديه ديت جايه من الخلايا وده لازم تكون موجود على فكره يعني. لكن لو تغيرت لونها بقى او ريحتها او الكلام ده كله وبقت عامله لها قلق نفسي بقتش طبيعيه. ما هو امتى تبقى طبيعيه امتى مش طبيعيه؟ طبيعيه ان مش عامله حاجه، ما اشتكتش. يعني لو ودنك سليمه خلاص مش هتحط ايدك على ودنك، لكن لو وجعتك هتحط ايدك على ودنك. ما هو نفس الكلام. لو هي لو صاحبها الام، لو صاحبها رائحه مختلفه، لو زادت لو حضرتك الريحه وحشه او مثلا لونها اتغير، حاجتين الريحه واللون لو اتغيروا يبقى ده مش طبيعي. التعامل معها ازاي؟ موضوع حيوي بقى، علاج عادي، علاج فيري ايزي يعني، علاج عادي خالص يعني. علاج بقى البكتيريا الهوائيه ولا هوائيه؟ الاثنين مع بعض مع البوس هتبقى في منتهى الجمال. تمام. هتخف على طول يعني. طيب لو حبينا نقول بقى يا دكتور برضه في الاطار ده سلس البول اللي بيجي لبعض السيدات وبيعمل لهم يعني بعض المشاكل او ده سلس البول ده بقى قتلوه بحثا ولحد دلوقتي اتعمل له 200 عمليه ولم يحل لحد دلوقتي. سلس البول ده اسبابه كتير جدا 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 يعني. اهمها ودي نقطة عايز اقولها والناس تعرفها وارجوك والدكاترة يعرفوها، النيو ترند في قسم الولادة علشان موضوع سلس البول وموضوعات اخرى ممكن اقولها لحضرتك دلوقتي، وهي ان ايذر ايزي فاجينال ديليفري اول سيزيرين سكشن. اللي هيعافر في الولادة هيبهدل الست، هيضيعها، هيدخلها في مشاكل لا حصر لها. ده رسالة للاطباء والاطباء والدكاتره يعني الست لما تيجي وانا ببقى في المستشفى اقول لهم هي بقى لها دي بتولد، يقول لي 6 ساعات، اقول لهم دخلوها قيصريه من غير ما افحصها، لان خلاص اللي هتولد طبيعي هتولد. يعني جايه تولد طبيعي بعد ربع ساعه نص ساعه 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 ونص خلاص شكرا السلام عليكم من غير تدخل. طالما احتاج التدخل يبقى دخلنا في معافره ممنوع. كان زمان بقى بنستعمل فنتوز والفورسبس اللي هو الشفاط وده بقى له اصلا اثار سيئه على الجنين يعني، ممكن على الجنين وعلى الست، على الست من ضمنها انها بتحدث خلل في يا دكتور. هي تركيبه المراه ايه؟ انسجه وعضلات. حضرتك ما بندخل بجفت ولا شفاط ولا نعافر وننزل عيل، العيل يا دكتور نسبه الغباء بسبب دكاتره النساء. كل ما دكاتره النساء مش اذكياء كل ما طلعوا جيل من الأغبياء. لا ده موضوع محتاج كلام عشان ما نزعلش. لا مش نزعل، لا احنا بنقول حاجه يا دكتور بعد اذنك، احنا بنقول ايه؟ يعني المعافره ممنوع. اه. فالضغط البيبي العيل دماغه ضعيف بيأثر على نسبه الاعاقه وبيأثر على الحركه وبيأثر على النمو وبيأثر ضغط على الدماغ ضعيفه. طيب ناخد اتصال من استاذ محمود من المنيا. الو. اهلا بيك يا استاذ محمود. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل معاك الدكتور هاني. ماشي يا دكتور، السلام عليكم يا دكتور. عليكم بركاته، اهلا وسهلا. انا كنت هستاذن حضرتك، مراتي بس يعني بتيجي في الشهر الثامن وبتسقط يعني، ثاني مره ليها بيحصل معاها يعني. لا هو مش سقط بقى، اسمه ولاده مبكره. يعني الثامن يبقى ولاده مش سقط. ايه السبب بقى؟ ممكن يكون ايه يا دكتور؟ ايه السبب يعني؟ فحصت عندها سكر، ضغط، اي مشكله طبيه؟ لا مفيش اي حاجه خالص. مفيش اي حاجه ولا ضغط ولا سكر ولا اي حاجه. مفيش اي حاجه لوحدها كده طب الولاده المبكره دي ما بينزلش تحط في حضانه مثلا اسبوع ولا حاجه؟ اول طفل راح الحضانه وبعدين راح الحضانه واتوصى وكده، قعد 15 يوم كده واتوصى. لا الطفل برضه راح الحضان برضه كان عنده صفرة وكده يعني. لا حضرتك عايزه متابعه دقيقه مع دكتور النساء، متابعه دقيقه جدا ونشوف المشكله فين يعني. ما هو يا اما مشكله في البيبي، يا اما مشكله في الام. المشكله ممكن
يكون التهابات يا فندم إيه؟ الرحم ولا حاجه. ايه ده؟ التهابات في الرحم يعني، بيقول ممكن تكون يعني ده سببها التهابات في الرحم، بس هتاثر على لا المبكره مش توصل التام بعدين بعد كده ينزل، ما اعتقدش يعني لغايه ما توصلت التام يبقى. طب ايه الحل يا دكتور؟ الحل في الحاله دي نولدها قبل ميعاد المشكله، يعني مثلا انا عندي الست بيجي على التام يحصل لها مشكله اولدها في السابع، سبع شهور ونص مثلا، يعني 36 اسبوع اولدها في 34 اسبوع، قبلها باسبوع، قبلها باثنين، ما فيش حل تاني. هل ده مرتبط بحجم الحوض مثلا، حجم التجويف؟ لا مش شرط. شكرا لا. استاذ محمود تابع معانا من خلال الشاشه، يعني قد يكون حجم التجويف لا ده اسباب كتير جدا. اسباب كتير جدا جدا جدا، اهمها تكون الست عندها مشكله صحيه نفسها، تكون ضعيفه، عندها مشكله صحيه في الكبد، في الكلى، في القلب، في الضغط، في الضغط، في السكر، يعني في الغالب الضغط بيأثر مشاكل على مشاكل صحيه. طيب هو بيقول لحضرتك ان يعني ممكن تكون عندها مشكله في العنق الرحم، يعني جاء سؤال بيفرض نفسه بالنسبه للقاح الخاص بسرطان عنق الرحم، امتى ممكن الفتاه تلجأ ليه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو اللقاح التطعيم الخاص بالوقايه من سرطان حدوثها. مفيش ما اعتقدش، يعني ما نجحش لحد دلوقتي. ما نجحش. لا لا لا. مفيش وقايه من سرطان عنق الرحم. غير المتابعه. المتابعه الدقيقه، يعني احنا الطبيعي ان الست تتفحص كل ست شهور او سنه، لو ما عند لو كل سنه او ما يكونش عندها مشاكل عائليه، يعني مثلا ايه؟ يعني الست مثلا عندها خليتها جات لها سرطان عنق الرحم. لا يبقى دي كل ست شهور نشوفها مره، او امها، او مثلا مرات عمها او عمتها، حد في العائله، لان دي بتبقى برضو ليها علاقه بالجينات الوراثيه، يعني اللي هو امراض ماشيه في العائله، اللي هو السرطانات خلاص كلها، خاصه الامراض الاورام الكبيره دي، الاورام والقلب، السكر، الضغط. طيب ناخد اتصال من استاذ شريف. السلام عليكم. اهلا بيك. عليكم السلام. سمعت يا دكتور، كنت عايز اوضح بس حاجه. اتفضل. انا المدام انجبنا طفل ودلوقتي هو عنده سنتين، والبيرل اتاخرت لمده شهرين، فرحنا عملنا تيست حمل، التيست الرقمي، ما لقيناش ان في حمل. كنت عايز اعرف التفسير بتاع التاخير الشهرين ده ايه؟ ده 100,000 تفسير وتفسير، يعني حضرتك الحال نفسنا بقى كفايه. حضرتك تسأله في حاجه؟ طيب في سؤال؟ لا 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 مفيش. طيب شكرا لاتصالك استاذ شريف، وتابعنا من خلال الشاشه. مفيش مشكله خالص، يعني مش مرض، يعني قلت حضرتك دلوقتي ان لو في مشكله نفسيه عائليه بتفكر كتير. انا فعلا بفكر المشاهدين ان الموضوع مرتبط بدوره كامله، دوره كامله، كاملة اجهزه متعدده، يعني من فوق وظيفيه، من اول اجهزه مخ نفسيه، الغده الدرقيه والغده البركلويه، الغده المبيض، راح دوره، عشان كده ما اسمهاش دوره، عشان دم دوره، يعني دوره هرمونات، حاجات مرتبطه ببعضها، دوره هرمونات من اول فوق، دورة كاملة في الجسم، يعني مكان بيفرز الهرمون ومكان بيوصل بيوفر التغذية، ده بينشط ده وده بينشط ده، وفي توازن كمان داخل الجسم جدا جدا، يعني في جهاز بيفرز وفي جهاز بيحافظ على التوازن، وده يطلع وده يوقفه. موضوع كبير، يعني بدليل ان المبيضين واحد اشتغل شهر والتاني يبطل، وبعدين التاني يشتغل شهر والتاني يبطل، فنظام متبادل ومتوافق عند ربنا. طب واحنا بنتكلم برضو زي ما الاستاذ شريف كده ما بيقول، يعني هناكي شوية كده عند وسائل تنظيم بقى الحمل، نبدأ مع حضرتك لو يعني سيدة ما خدتش، نسيت شهر انها تاخد مثلا حبوب بتاعت المناعة الحمل. هو يعني طبعا هو المفروض ان بتاخد 21 قرص يوميا في نفس الميعاد واسبوع راحة، ده المفروض تبقى ريجولار جدا منتظم، لان ده هرمونات كل 24 ساعة في نفس الميعاد يوميا 21 يوم بعد الأسبوع، ده لو هتمشي على نظام هرموني، بس في شرط، ما عندهاش مشاكل صحية لا في القلب ولا في الكبد ولا في الكلى، ما عندهاش مشاكل صحية ولا في التجلط، ولا عندها مثلا في العائلة عندهم مشكلة، يعني الهرمونات دي خطيرة جدا ولها أثر جداً، يعني وخاصة دراسات خلال الفترة اللي فاتت قرينا في المضاعفات بتاعت استخدام الحبوب من الحمل، لقيناها كل حاجة بتعمل كل حاجة. طب ايه البدائل يا فندم، وخاصة ان في ناس كتيرة بترفض اللوب او استخدام اللولب؟ والله طبعا كل حاجة ليها
نسبة فشل. هل الواقي الذكري هو الحل؟ وهل هي حضرتك طرق كتير قوي لتنظيم الأسرة يعني أوحشها الهرمونات، أوحشها يعني ده تحاول يعني أوحشها هرمونات اللي هي الكبسولة بتتركب تحت الجلد بتوع 3 سنين والحقنة الشهرية والحقنة 3 شهور والبرشام اليومي، أوحشهم الهرمونات دي. هرمونات لو قدرنا نحط اللولب نوع كويس في الرحم احسن بكتير قوي من اي نوع من الهرمونات. طيب احنا محتاجين بقى يعني الاجابه على سؤال اخير في حلقتنا، ولكن هو محتاج ان حضرتك تبعت مجموعه من الرسائل، وخاصه انا هقول لحضرتك محطات نحاول يعني نقولها. او رقم واحد ان كتير من المقبلات على الزواج بتخاف قوي من الليله الاولى في الزواج. تمام. فازاي يعني تهيئ نفسها لذلك ويعني نهدئ من هذه؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، كتير من الفتيات بيبقى عندهم يعني زي ما بيقولوا كده خبرات سيئه سابقه من الختان، فبالتالي بيأثر على اعصابهم خلال اول ليله في الدخل او الزفاف. طب رقم ثلاثة، في المقبلات على الزواج بتعاني أحيانا من صغر حجم الثديين أو بعض مظاهر الأنوثة عندها. تمام. فحاج بقى عايزين نقول باقة رسائل. نمرة واحد، مسألة البنت أو الخايفة من ليلة الدخلة هي القيادة الكبيرة في إيد الزوج. يعني احنا بننصح الأزواج ليلة الدخلة لا يتعامل مع الست بالبودي بتاعها، انا مؤاخذه في الكلمه يعني، يتعامل مع مخها، ياخدها صديقته يتكلم معاها ويعيش يوم اتنين تلاته لغايه لما تيجي لوحدها. مفيش داعي ان هجوم بقى، وما ينفعش يعني اتعامل بانسانيه، يعني اتعامل دي زوجتك خلاص هتبقى معاك للابد. فننصح الزوج نفسه قبل ما ننصح الزوجه ان يتعامل بانسانيه مع ست، تعامل معاها لا يبدأ أي تعامل إلا هو الطبيعي بيجي لوحده. وننصح هي نفسها تنصح زوجها بكده، خلينا نتكلم نحكي مشاكلنا، خلينا نقول حياتنا ننظمها إزاي، خلينا نتكلم بعيد عن الموضوع ده. الموضوع دوت لا يذكر، المفروض بيجي لوحده. يعني أنصح أي زوج يعني اتجوز أو متجوز أو هيتجوز أو قدم أو بتاع، يتعامل مع المرأة بإنسانية. والناس اللي عندهم عادات وتقاليد إنه لا شرف البنت ولا، لا فيش كلام ده، المفروض يتلغي تماما. يا بيه يتعامل معاها بإنسانية وما يدخلش أهله ولا أهلها في الموضوع. أنتوا مالكوا؟ خلاص أنا مراتي وخدتها خلاص. حقيقة يعني رسائل جميلة، ووصلنا نهاية حلقتنا، ونشكر الدكتور هاني محمد لطفي، دكتوراه واستشاري أول أمراض النساء والتوليد. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا. زي المشاهدين بنشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.